اسمه اسماعيل الهنداوي من عند مدرسته بالعلاء المعري، شالته جبهة النصرة. بعدها بفترة شي 20 يوم شهر صار خلافات بين جبهة النصرة والدولة الإسلامية. يعني احنا كنا نتردد ونسأل عن أخوي. جبهة النصرة طلعت من الرقة، سألنا عن أخوي عند الدولة الإسلامية، قالوا لنا مو عندنا. وصلنا انه موجود عندهم، وقالوا لنا بمبلغ مالي عليه لازم يدفعوا مشان يطلع. دفعنا تقريبا شيء 5 ملايين على امل انه يطلع. بعدها بفتره ما طلع. بعد بشي سنه تقريبا طلع واحد من السجن وانه يقول خيو اخوك مسجون معاي كان بتل ابيض. وظلينا انا فتره اشهر سوا بالسجن. أنا طالعوني وهو أخذوه باتجاه الحدود العراقية السورية. إحنا والله يعني شوفي يعني لليوم عايشين على أمل إنه إن شاء الله إنه أخوي يرجع. طبعاً أخوي مزوج وعنده 4 أطفال، واحد من أطفاله توفى. وأمي لآخر لحظة كانت عايشة قبل ما تتوفى على أمل أنها تشوفه.